زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا ولقائه مع الملك تشارلز متصدرة الأخبار ومالية المنصات، فاسم الرئيس بايدن اليوم ترند بالعربي والإنجليزي، والموضوع مفهوم خاصة وأنه الزيارة هي الأولى يعني للرئيس الأمريكي لبريطانيا في عهد الملك تشارلز. ولكن أخبار لقاء الملك والرئيس مالية الدنيا، ولكن مو بسبب مضمونها. أول فيديو التقط كان لبايدن وهو بيطبطب على ظهر الملك تشارلز، وناس تداولت الخبر وقالت هذا ممنوع في البروتوكول الملكي لأنه بيكون السلام بالمصافحة فقط من دون ما يلمس جسم الملك. أصلاً البروتوكول حتى بيقول أنه ما يمد الشخص يده لمصافحة الملك أو الملكة إلا لمن هم يمدوا يدهم أول. الاتهامات ما كانت بس بسبب الطبطبة هذه، ولكن بايدن خلال تفقده هو والملك للحرس الملكي ظهر في الفيديوهات متقدم على الملك، وهنا ناس كمان قالت إنه هذا خرق، وفي الآخر اتكلم مع فرد من الحرس الملكي والملك شاور له إنه يعني ما ينفع، وحاول يقول إنه الطريق من هنا، ولما ما انتبه شده. هذول الفيديوهات تم تداولهم بشكل كبير جدا، وكان عنوانهم الرئيسي انه بايدن اخترق البروتوكول وانه ما كان لازم يعمل كذا، وكثير من المتصيدين لهفوات بايدن مسكوا فيها وبداوا بانتقاد، وناس ثانيه صارت تدافع عنه وتقول ما عمل شيء غلط. يعني عموما مصدر من قصر باكنغهام صرح للاعلام انه غير صحيح انه بايدن خرق البروتوكول، وانه طبطبته على كتف الملك نوع يعني من دفء العلاقات، اما انه ليش تقدم بخطوه على الملك فلأنه هو أكبر عمرا من الملك، فبايدن عمره 80 عام والملك تشارلز عمره 76، والبروتوكول بيقول أنه الأكبر سنا يمشي قدام. عموما بايدن التقى كمان خلال زيارته برئيس الحكومة البريطاني، وكمان مع رئيس الحكومة كان في ضجة كمان كبيرة وسببها مو جوانب اللقاء نفسه، فالناس لقطت صور لبايدن وهو داخل وماسك ورق في يده، مو بس لقطوا الورق كمان قريوا المكتوب في الورق، وفيها زي نقاط كأنها تذكير للرئيس بإيش راح يتناقش مع سوناك. الناس مسكت الصورة وتداولتها وحللت اللي فيها كله، فقريوا انه مكتوب اوكرانيا، تركيا، السويد، الاتحاد الاوروبي، طائرات F-16، الذكاء الاصطناعي. الصوره ذكرت الناس بمواقف سابقه كشف الرئيس بايدن فيها دون قصد يعني عن محتوى ورق مو مفروض كان يشوفه الاعلام. حقيقه كثير يعني الواحد صار بيحتار، يعني هم اعداء بايدن بيتصيدوا له واقفين له على الوحده، ولا الهفوات فعلا زياده؟